شو بكي يا مو؟ ما في شي يا مو. شلون ما في شي؟ إيه برحمة أهلك وأخيرا ما حقدر تحكي. ما في شي تقبرني، تعلقت أنا ومرت خالك مصفوان شوي. مرت خالي؟ إيه يا مو. مشان شو تعلقتوا؟ قصاص نسوان. بشوف مين عم يدق الباب. مين؟ أنا صفوان. أهلين صفوان. لك شو؟ شو بشتري حصان بليز؟ مو أحسن من القديش اللي عندك؟ هلا الفرس اللي عندي صار اسمه قديش؟ هلا نهايته، أمك وينها؟ شو بدك فيها؟ في لي ما عجوز كلام. إيه؟ شو عليه؟ يا مو، هذا صفوان بده يحكي معك جوز كلام. خذوا له طريق. قومي يا مو، قومي على أوضتك وسكري الباب. يلا يلا. انت بأي حق بتضربيها لأمي؟ هيك لأنها بتستاهل. أيوة، يعني مفكرين ما في وراها رجال؟ اسكتوا. لك لا ما حذرت، واللي بده يمد إيده على أمي بدي أقطع له إياها من الباط. أنت؟ هي أنا. روح عم بروح. روح الله يرضى عليك، ما بدنا مشاكل. ليش مين اللي عم يعمل مشاكل؟ وأنت أخ بس لو ما كنت عمتي. اطلع لبرا ولك. اطلع لبرا بس لو ما كنت ببيتنا ودايس بساطنا. والله لا طلعتك محمد. والله يا جرب لشوف. لا يطلع على برا ولا اتركه الله يرضى عليك. طول عمرك واحد واطي. اسمع لك، انا جوا ما رضيت ادبك لانك ببيتنا وكرمال امي ما تفك بيناتنا، بس لو انك رجال وبتحترم هي الشوارب اللي بخلقتك لقيني بالساحه قدام القهوه. ايه شو علي يا ابو ضايع؟ اطلع. انا بورجيك يا صفوان الكلب. بعت لي حمى روحت البنت من ايدي. ايه لك مشان تسمعي لي حكي ام صفوان. طولوا بالكم يا جماعه، ما صار شيء. ام وضاح قلبها طيب، بس لسه الجرح تازه، ويعني عدم المؤاخذه مع حق تزعل منك. بعرف مع حق، انا ما بلومها، بس انا بستاهل اللي صار لي. لا على سلامتك، انت ما بتستاهلي غير كل خير. يا لطيف، ماني مفكره انه في هيك ناس. يبعت لها حمى بسبع اشكال. امين. ام خيره كل شي بيتصلح، ولا يهمك. شلون بده يتصلح يا ديبه؟ شلون؟ ولا يهمك، ان شاء الله كل شي بده يتصلح. بس انت بالاول هاتي المصحف لاحلف لك انه انا ما حكيت شي لام صفوان. شفتي؟ ان شاء الله بتتقطعي 100 شقفه يا ام صفوان على المصيبه اللي رميتيني فيها. الله يسرح. شوي شوي يا حساب، شوي شوي. على مهلك، على مهلك، على مهلك. تعال تعال. لا 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 لا. الله يسرح على مهلك. الله يسرح. شوي شوي. وضح هو اللي بعتها؟ ايه هو بعتني، وهلأ هو واقف هنيك قدام القهوة. قال اسمع ابن عمي، قل له ما لقيته بالبيت، قل له راح مشوار وما راح يرجع لبعد العشاء. ايه. وبتخليك هنيك حتى يروح، وبس يروح بتجي بتقلي ماشي؟ ايه مشي. بس يعني هلأ انت ليش ما بدك تشوفه؟ هو انا كنت وعد روح عن ايام مشوار، بس ما لي خاطر روحه لها المشوار. بتعرف اذا قلت له بده يزعل. خلاص انت مثل فهمتك. ايه خلاص مشي، يلا بخاطرك. الله معك من عمي. مرحبا معلم وضاح. علينا بشو ما؟ شو في ما في؟ ما في شي، سلامتك. قل لي معلم. صدقني ما في شي. مشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو صار معك؟ قال بيقول لك هو ماله بالبيت وراح مشوار وما بيرجع لبعد العشاء. هو هيك قال لك؟ ايه هو هيك قال لي، وقال لي كمان خليك بالساحة وبس يروح وضح تعا واعطيني خبر. لا رجال، رجال وقبضاي كمان. ليه شو في بينك وبينه؟ بعدين بتشوف بعينك. ناويله على قتله؟ ما هيك؟ ما كله ياها ابو نمر. ولا يهمك ابو عجاج، انت روح لعنده هلا وقول له وضح راح على الحاصل. ايه مو على راسي. بتعرف ابو نمر؟ هالاسم خرط لي مشطي. انا اسم؟ ابو عجاج. خلاص انا من اليوم ورايح صار اسمي ابو عجاج. يا اهلين باحلى ابو عجاج. اهلين باحلى ابو نمر. بس ما قلت لي انت من شان شو بدك تعمل له قتلي؟ بعدين بتعرف ابو عجاج، بعدين بتعرف. تكل على الله. يلا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لين الرجال زين دحان كيف بارك عليهم؟ يا عيني عليك، جبت فشك؟ بزعل منك كثير منيح، معناته هلا كل واحد منكم بياخد طبنشة وشوية فشك بتخبوني منيحة. اوعكم حدا يشتلق انه معكم طبنشات. ولا يهمك ابو شرار، ليك للضمير والأمانة زادوا هدول التنتين من حق الإسلام. الإسلام لي الأمين أنا، هدول تشبرق فيهم انت ودحام، وبس يخلصوا وتصرفهم بالهنا ارجع لعندي وقل لي. لك يسلم لي الكريم كبير. المهم اليوم بعد صلاة العشاء كل واحد بيروح منا بطريقه، ومنلتقي شرقي جامع الشيخ الإسلام عند الجوزي. أكل وشرب كمان يشربونا شي لكام؟ سمعت دحام ولا في داعي عيد أبشار؟ تشربوا شاي؟ شاي؟ ايه اهلين رجدي. شو رجدي ما رجدي، انا من اليوم ورايح صار اسمي ابو عجاج. سبقتني لك رجدي، انا كنت ناوي اخذ هالاسم، شلون خطر على بالك؟ ابن عمتي وضاح هو اللي نقال يا مشي معي مشي، خلينا نحضر هالخناقه. خناقه شو؟ خناقه بدها تصير قدام القهوه. بين مين ومين؟ لك هلا شو بدك بهالقصه؟ مشي وهنيك بتعرف. ابو رضا يسعد صباحك. صباحك شونا؟ أهلين بفكي. أهلين. والله يسعدني صباحك، شو سي داسي؟ أهلين وسهلين بالعريس. وينك عمي؟ لا تفكر إنه رح نمشي لك إياها هي ناشفة، بدك كنافة وقطايف وملضمينة. كنافة وقطايف وملضمينة؟ وين؟ عندك سيدو عندك؟ عندي أنا؟ إلك؟ ليش ما سي دراسي؟ لك مشان جوازة. عندك عصايص بفكي؟ إيه عندي عصايص. دخيل عينك، بدنا هيك شي عصعوصين ثلاثة مشان نحطهم تحت يبرق. الله يسترى. بديش بدك يعني؟ شو هاد سيد راسي؟ يعني بكم برغوت بكم متليك؟ هلا العصعيص صرتوا تبيعوهم بيع؟ لك يا حبيبي لك، الدبايع غالية وكل شي بتمنوا بنجيب. قولي قولي، عشنا وشفنا، والله عشنا وشفنا. وكم عصعوص برغوت؟ كل اثنين ببرغوت. لا كثير هيك بفخري، كثير والله عظيم كثير. خليهم اربع برغوت. الله شو يا بي؟ قال مانك بالبيت وما بترجع لبعد العشاء، وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. بنت زلمة كنت بتستناني هون. نزل إيدك أحسن لك. لك لو رجال بتنزل لي هون أنت. لا 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 ما بيجوز. اسمعوا يا رجال، موجه عليكم الله ومحمد رسول الله، كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب. مو هيك بخالي؟ لا عمي لا، انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كانك رجال تقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا، ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف، قل لهم. خلاص يا رجال تركونا لحالنا. لا 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 يا ولد، طول بالك طول بالك. عم شو عليك؟ بعد عنه بعد عنه. وضح وضح. بوس إيد خالك واعتذر منه.